ابتداء فان دعوه السيد مقتدى الصدر هي جاءت بعد ان راى سماحته ان الحكومه العراقيه لم تقم حتى بارسال برقيات الاحتجاج الى الامم المتحده ومجلس الامن الدولي والى السفاره الامريكيه والخارجيه الامريكيه بسبب التحركات الامريكيه التي تتخذ احيانا من ارض العراق منطلقا لمساعده الكيان الصهيوني في استهدافه لشعب غزه في فلسطين. فجاءت هذه بعد ان طفح الكيل، وكان الاجدر بالحكومه العراقيه ان تقوم بعده امور منها ايصال رسائل الى الولايات المتحده الامريكيه والخارجيه الامريكيه والسفاره الامريكيه بان عليهم ان لا يتخذوا العراق منطلقا او لا يكونون عونا لدوله اسرائيل التي يزعمون وجودها وهي غير موجوده، نحن نسميها الكيان الصهيوني، في ضرب شعب فلسطين وشعب غزة المظلوم الذي يقصف يوميا وتقتل الأطفال. نعم. فجاءت التغريدة كالقشة التي ستقصم ظهر البعير. نعم، يعني أستاذ علي، هل سيمضي السوداني والبرلمان مع رأي السيد الصادر وهو إغلاق السفارة الأمريكية، أم أن هناك عقوبات أمريكية قد تطال العراق؟ واقعا على الحكومة العراقية والبرلمان العراقي أن يقوم بإجراءات فورية وعاجلة بإيصال رسائل تطمينية إلى سماحة السيد مقتدى الصدر وإلى عموم أبناء الشعب العراقي بأن الحكومة العراقية غير تابعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعليها إيصال رسائل واضحة وصريحة بأن المصالح الاقتصادية الأمريكية والاستثمارات الأمريكية في العراق سوف تتوقف إن لم تقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع اليد عن دعمها للكيان الصهيوني في ضربه إلى شعب فلسطين.